أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الأذان لما فيه من ألفاظ التوحيد أن له تأثيرا على الكفار حيث أنهم إذا سمعوا الأذان فإنه يؤثر عليهم بناء على أنهم مفطورين على التوحيد؟ قد يكون يؤثر عليهم فيهديهم الله، نعم، لكن منهم من يسخر من الأذان، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، نعم، لكن منهم قد يكون منهم من يتأثر بألفاظ الأذان فيرق قلبه، أو إذا سمع القرآن أيضا تأثر ورق قلبه فأسلم، نعم.